السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو، النهارده ان شاء الله طالع اتكلم معاكم. لو انت عندك فولدر معين وحابب تخفي الفولدر ده تماما بكل الحاجات اللي جواه عن جهاز الكمبيوتر بتاعك، وكانك يا جماعة يعني كانكم مثلا عملتوا ديليت، يعني مش غير غير طبعا الطريقة بتاعت اللي هو بقى تولز، وان انت اللي هو شو هيدن وهيدن ايتمز والكلام ده كله، لا خالص. يعني لو فعلا حد بيدور على الفولدر ده مستحيل يقدر يوصل له، اكنه حرفيا اكنك مسحت الفولدر ده من عندك من على الكمبيوتر تماما. وطبعا هعلمكم ازاي ترجع تظهره تاني، كل ده اكتر حاجة ان شاء الله. بس اكيد لو انت مهتم ما تخش عليها بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه وانت مش مشترك، فعل زر الجرس. يلا بينا على الشرح يا شباب. طب يا شباب، رجعت له بعد الانترو كالعاده، نخش على طول في موضوع الحلقه. طيب بص يا شباب، زي ما قلت لكم كده، انا الطريقه ديت لو احنا فرضنا مثلا ان انا عندي هنا فولدر مثلا جوه بارتيشن الدي مثلا، يعني الفولدر اللي هو اسمه شيتو ده، الفولدر ده طبعا جوه هنا ملفات، بس ايا كان جوه ملفات او لا، يعني الفولدر ده انا عايز اخفيه تماما من عندي من على الكمبيوتر. مش زي ما قلت لكم بقى، مش فكره بقى كليك كلمين بروبرتس واعمل له هيدن والكلام ده كله، لا مش الطريقه البدائيه دي لاي واحد في اولى ابتدائي يعرف يفكها يعني، لا لا لا. انا الفولدر ده انا احنا هنخفيه وكانك حرفيا مسحته من الكمبيوتر، وطبعا ما تمسحش حاجه ما تقلقش يعني، بس يعني اللي هو لو اتشقلبت كده مش هتعرف تجيبه، خلاص انت اكنك مسحته. نعمل الموضوع ده ازاي؟ بصوا انا هسيب لكم في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت الاوامر دي، دوم امرين هنا كده، ده طبعا امر عشان يعني تخفي الفولدر وامر عشان تظهره. طيب هنيجي كده على اول امر ده هنا كده وناخده هنا كوبي، كنترول سي وتاخده كوبي. طيب هتيجي تخش هنا كده زي ما احنا قلنا الفولدر اللي احنا عايزين نخفيه، هتيجي كده عليه من بره البارتيشن كله من بره يعني، وهتقف فوق هنا كده وتقول له هنا سي ام دي، واضحه كده يا شباب؟ بقى تقول له هنا انتر، هيتعكش السمر دي كده، هتقول له هنا كنترول في او كليك كلمين بالماوس، مجرد كليك كلمين بس هو هيتعمل لك معاك كده. بعد كده هتقول له هنا مسافه، هتعمل مسافه. بعد كده اكتب نفس اسم الفولدر بالظبط، لا حرف زياده ولا حرف كابيتال ولا سمول ولا لا لا، بالظبط زي ما هو. فهو مثلا اسمه شيتو، فانا هقول له اس اتش اي تي او او، واضحه كده؟ يعني بعد ما حطيت الامر عملت مسافه، بعد كده كتبت اسم الفولدر، هتقول له بعد كده هنا انتر. او لو ناخد بالنا الفولدر شكله اغمائي شويه كده، طبعا مجرد ما هعمل ريفريش خلاص بخ الفولدر اختفى. وزي ما قلت لكم يا جماعه مش هتعرف تظهره بقى من شو هيدن فايل، يعني لو جينا هنا كده وقلنا هنا اوبشن مثلا وجينا على الحاجات اللي هي المخفيه ادي فيو، بصوا اللي هو اصلا شو هيدن فايل انا اصلا معلم عليها، يعني انا بقول له اصلا اظهر الحاجات المخفيه، وبالرغم من ذلك هو ما ظهرش معايا هنا. زي ما قلت لك دي خلاص ما حدش هيعرف يجيبه تماما، لان ما حدش، حتى خدوا بالكم اقول لكم نقطه، حتى لو حد عارف الاكواد دي وعارف الطريقه هو مش عارف اسم الفولدر، هو طول ما هو مش عارف اسم الفولدر مش عارف يظهره تاني. فانت لو عندك فولدر وعايز تخفيه اعمله باسم محدش عارفه غيرك، فحتى لو في حد عارف نفس الطريقه ديت ومعاه الاوامر او الاكواد دي هيقف عند الحته بتاعت اسم الفولدر بتاعك مش عارف يحطها، فبالتالي مش عارف يظهره. فطريقه عبقريه بصراحه يا جماعه. طيب انت بقى عايز ترجع تظهر الفولدر تاني، هتظهره ازاي؟ هتيجي نفس الشيء كده اقفلها مثلا خالص اهوت، وهتيجي على نفس البارتيشن وتقول له برده كده سي ام دي، وتقول له هنا انتر، هتعكس السمر ديت. هنيجي كده على ملف التكست وهناخد الامر التاني اللي هو القيم بقى اللي العكسيه، وهتقول له كنترول سي برده، وهتيجي هنا كده كليك يمين وهتعمل برده مسافه وتكتب نفس اسم الفولدر، الفكره ان لازم تكون حافظ اسم الفولدر، وتقول له هنا كده شيتو، تمام؟ وتقول له بعد كده انتر. اهو لو ناخد بالنا يا جماعه الفولدر ظهر اهو، وظهر جواه كل الملفات اللي كانت موجوده جواه. فبس يا شباب دي كانت حلقه النهارده، انا بصراحه شايف انها طريقه عبقريه، فيعني لو استفدت مني حاجه ما تبخلش عليا ان انت تدعمني وتساعدني في نشر الفيديو عن طريق انك تعمل لايك للفيديو، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه لو انت اول مره تشوفني، وتفعل زر الجرس طبعا عشان يوصلك كل جديد مني. وبس كده يا شباب، سلام.